صباح الخير مشاهدينا، في الرسالة اليومية لدورة الألعاب المدرسية الدولية مستمرين معاكم في هذه البطولة العالمية اللي تضم كثير من المواهب، وشفنا معاكم كثير من المفاجآت من خلال المستويات الفنية العالية جدا. احنا متواجدين في نادي التنس، نادي البحرين للتنس، لمتابعة منافسات التنس. خلنا نشوف وياكم هذه المنافسات وهذه التحديات. لعبة التنس أو رياضة التنس أو دورة التنس تقريبا من أكبر عدد اللاعبين متواجدين فيها، يعني تقريبا 100 لاعب، فقاعد نلعب على مكانين، يعني عندنا نادي البحرين للتنس وعندنا اتحاد البحرين للتنس اللي هو في البوليتكنيك. فاستيعاب هاي العدد من اللاعبين والمستويات للأمانة رهيبة. أنا شخصيا ما كنت متوقع أنه يكون في مصنفين، يعني تتكلم عن 150 على العالم في رياضة التنس للناشئين، وفي لاعبين ناشئين عندهم تصنيف ATP اللي هي تنس المحترفين. احنا البطولات الدولية لما تكون في البحرين هي فرصة للاعب البحريني. انت اليوم علشان تطور اللعبة وتطور اللاعب وتكون في مستوى عالي، اذا ما عندك هاي البطولات ما تستفيد من الرياضة. فالحمد لله رب العالمين، اليوم قاعد نشوف مستويات، او خلينا نقول لاعبين بحرينيين قاعد نشوفهم ينافسون اللاعبين الدوليين، والحمد لله رب العالمين قاعد نشوف في فرص للاعبين. يعني اعتقد استمرار مثل هذه البطولات سواء كانت خاصه بالمدارس او سواء كانت خاصه بالناشئين، فهذه يعني يعطي دفعه ويطور من مستوى اللاعبين. احنا مستانسين ان صارت بطوله دوليه للمدارس في مملكه البحرين، وبالعكس مشاركة المملكة البحرين في البطولة دي بالعكس اكتساب خبرة حق اللاعبين وفيها تطور حق اللاعبين في المستقبل. بالعكس اللاعبين الدوليين اللي مشاركين في البطولة بالعكس اكتساب خبرة حق اللاعبين. المستويات عالية وأستفيد من الخبرة من اللاعبين الثانيين. أنا فخور لألعب للبحرين في البحرين. من مجمع صالات أم الحصن وتحديدا في صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد، متواجدين لتغطية منافسات كرة اليد اللي تأتي ضمن الألعاب اللي متواجدة في دورة الألعاب المدرسية الدولية. منافسات كبيرة في كرة اليد، آمال كبيرة على منتخبنا وفريقنا المشارك في هذه الفئة العمرية، على اعتبار ان احنا في البحرين منتخباتنا في كرة اليد كلها توصل الى المنافسات العالمية، كلها متواجدة في المحفل العالمي، واليوم الفئة العمرية اللي تشارك في دورة الألعاب المدرسية الدولية أيضا متواجدة في محفل عالمي، والأمل عليهم للوصول إلى النهائي وحصد ذهبية هذه البطولة. خلونا نمشي معاكم في كواليس صالة اتحاد كرة اليد، متابعة المباريات واللقاءات اللي موجودة في هذه الصالة. صراحة أقول لك سعيد جدا بهذه المناسبة، وخاصة حين أنا أتكلم لك عن كرة اليد. منتخبنا إن شاء الله اليوم يلعب المباراة، بكرة يكون في النهائي. أنا هذه مهم بالنسبة لي كرة اليد، فإن شاء الله المنتخب مالي يكون طرف النهائي ويواصل إنجازات مع المنتخبات الكبار. فمثل ما أنت تعرف منتخباتنا كلها واصلين كأس العالم الأول، الشباب والناشئين، وإن شاء الله الشبال هذين اللي كانوا هم بطل العرب وراح يكونوا إن شاء الله بطل هالبطولة المدرسية العالمية. عملنا فريق متكامل لتغطية هذه الدورة من جميع النواحي، سواء عن طريق اللي هو وسائل الإعلام المرئية، أو عن طريق اللي هو الصحافة، أو عن طريق السوشيال ميديا، أو عن طريق البرودكاست. كل هذه الأمور قمنا بها في البداية من خلال تشكيل لجنة اللي تكونت من كوادر بحرينية شابة
بعضها يشارك لأول مرة، أعطيناه الفرصة واستغلال هذا الوضع وهذه الدورة وهذا الحضور، وإن شاء الله نكون يعني في حسن له الظن وفي مستوى اللي يواكب حجم دورة بهذا المستوى وبهذا الحضور وتواجد أغلب دول العالم، حدود ما يقارب من 70 دولة من مختلف الدول والأجناس واللغات والثقافات. هذا اللي هو الحضور، احنا بالنسبة لنا كلجنة إعلامية حرصنا على إشراك الجميع في هذا الحدث من الدول على أساس إيصال الرسالة الخاصة بمملكة البحرين. الرياضة هي لغة واحدة يتحدث بها الجميع، وهذا الشيء ساعدنا على اختصار كثير من المسافات وفهم اللي هو المتطلبات سواء من قبل اللاعبين أو الإداريين أو المدربين من جميع المناطق، وتعاملنا معهم بالطريقة اللي هو اللي احنا يعني نشوفها مناسبة بسبب اللي هو الجميع متواجد هنا يعني في البحرين من أجل اللي هو هدف واحد، وهو أن الرياضة تجمعنا. صالة زين لكرة السلة اللي تحتضن منافسات لعبة فن القتال المسلح، لعبة المبارزة. ايش قاعد يصير مع لعبة المبارزة ومنافساتها من دورة الألعاب المدرسية الدولية؟ خلونا نروح ونتابع تفاصيل هذه اللعبة. صراحة تفاجأنا، يعني عادة احنا ما قلنا انها تعتبر بطولة على مستوى المدارس، لكن بصراحة وجدنا يعني مجموعة من اللاعبين يعني يملكون مهارات عالية، حتى يعني ما تقدر تحدد من حيكون بطل المنافسة الا في اخر مباراة. فبصراحة يعني كان التنافس شديد وجيد، وروح رياضية كانت سائدة، وايضا كمان الحمد لله الحكام والتحكيم كانوا عند الحدث، ولله الحمد يعني الكل كان راضي على مستوى التحكيم، وكنا سعيدين أيضا بالمنافسة القوية بين الفرق. طبعا تنظيم جدا رائع من قبل الاتحاد البحريني للمبارزة، موفري لنا كل الأمور من خلال اللي هي اللجان التنظيمية أو اللجان الفنية. المنافسة حلوة طبعا ما شاء الله عليهم، احنا همنا يعني على مستوى الخليج يعني يابوا ميداليات، عندنا من الإمارات يابوا ميداليات، من عمان يابوا ميداليات، أيضا من الدول العرب مصر الشقيقة همن مشاركة ويابت ميداليات. يعني المستوى خلينا نقول نفس ما احنا قلنا دولي، فأغلب الدول اللي مشاركة ففي منافسات بينهم كلهم. ومن صالة النادي الأهلي مع رياضة الفن النبيل كما تسمى بطولة الملاكمة، اللعبة اللي لها عشاق كثير في أنحاء العالم ولها جمهورها الخاص. احنا متواجدين في منافسات الملاكمة من دورة الألعاب المدرسية الدولية، خلونا نشوف تفاصيل هذه المشاركة اللي لها باع طويل وأيضا لها مشاركة خاصة من الفريق البحريني. نتابع وياكم تفاصيل لعبة الملاكمة. صراحة يعني العدد مهول، الفرق مرة كبيرة، الخبرات مرة حلوة، وكانت هذه فرصة لنا أننا نندمج معاهم وناخذ خبرات أكثر من البلدان اللي بدأت قبلنا، وإن شاء الله يعني هذه تكون البداية والفرصة الثانية تكون أفضل وأفضل بإذن الله. مشاركة مشرفة من جميع الدول وخصوصا في الدول العربية، مشاركين في عدة رياضات وبأعداد كبيرة ما شاء الله تبارك الله، حضور مشرف الحمد لله بعدد كبير من الملاكمين والملاكمات السعوديات، حققوا منافسات رائعة تعلموا فيها واستفادوا، وهذا النوع من الاحتكاك هو المطلوب مع الدول الخارجية لتطوير المستوى في المنطقة.
احنا في رياضه الملاكمه استقطبنا 17 دوله من ضمنها البحرين، وعندنا اكثر من 200 ملاكم وملاكمه يمثلون رياضه الملاكمه. طبعا اعطونا هذه المنشاه، حاولنا نجهزها، نبي نطلع بارقى مستوى تعكس رياضه الملاكمه في مملكه البحرين. عندنا عدد كبير من الملاكمين والملاكمات، العنصر النسائي كذلك. هذه المره المشاركه البحرينيه جدا بارزه، ان شاء الله باذن الله بنبهركم في عدد الميداليات ان شاء الله. يوم مليء بالتحديات، الصراعات، المنافسات من خلال الرياضات اللي غطيناها في رسالتنا اليومية. نهيناها مع لعبة الفن النبيل، لعبة الأخلاق الرياضية والروح الرياضية، لعبة الملاكمة، منافسات كبيرة، مفاجآت على أعلى مستوى من خلال الرياضات اللي مرنا عليها، تصنيفات عالمية، أبطال على مستوى القارة متواجدين في دورة الألعاب المدرسية الدولية. مستمرين معاكم أكيد مشاهدينا في الأيام القادمة، ومفاجآت أكثر ونتائج أكبر من خلال الوفود العربية والفريق البحريني تحديداً. حتى نلقاكم، دمتم بخير.